وبعد ذلك البنوك التي تحدد الأرباح هي اللي أقرب إلى الإسلام. العالم الجليل والرمز الإسلامي الكبير فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، نريد شهادتك الموجزة في قضايا كثيرة سأعرضها عليك، يا ريت شهادة عن كل قضية منهم في سطرين أو ثلاثة. فوائد البنوك، ما يقالش يا أستاذ عمر فوائد البنوك، قل معاملات البنوك. معاملات البنوك. أنا لا أستطيع أن أقول أن كل معاملات البنوك حلال أو حرام، وإنما منها الحلال ومنها الحرام. ولذلك أنا دائما أقول قل لي كيف تتعامل مع البنك، أنا أقول لك الحكم الشرعي العادي. فضلتك اللي الناس كلهم بيوجعوا، أنا عندما مثلا أنا شخصيا أهو عندما أذهب إلى أي بنك من البنوك وأقول له خذ هذا المال فاستثمره لي فيما أحله الله وما تعطيه لي من أرباح فأنا راضي به، لأني أنا راجل وظيفتي شيخ أزهر ولا نعرف أني تاجر. وحتى لو كنت نعرف أني تاجر، الناس لو أنا عرفوا أن أنا بتاجر مش هسيبني، ولا عنديش وقت علشان خاطر أن أنا، فأنت وكيل عني وكالة مطلقة في أن تستثمر لي أموالي فيما أحله الله. فقال لي هذا المال إن أبقيته عندي لمدة 3 شهور سأعطيك كذا، إن أبقيته لمدة سنة سأعطيك كذا، إن أبقيته لمدة 6 أشهر سأعطيك كذا. في هذه الحالة وأنا رضيت بما قاله لي، في هذه الحالة هذه معاملة حلال 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 ولا شيء فيه. أمال إيه الحرام؟ هو الحرام طبعا الاستغلال والابتزاز، إن أنا أفرض عليه مثلا فايدة معينة. لا، هو خيرني أنا من حقي أن أقبل ومن حقي أن لا أقبل. طب ما هي معاملات يعني هو كلها تحديد كده فضل. أيوة تحديد، هو اللي بيقول لك حرام بيقول لك البنوك بتحدد الأرباح. فأنا بنسأل طب وتحديد الأرباح أنت زعلان منه ليه؟ يقول ربما البنوك تخسر. نقول له طب يا أخي ما دام أنت قلبك رقيق لهذه الدرجة وخايف عليها تخسر، طب ما تسيب لها الأرباح وتريح نفسك وتاخد القرشين اللي انت اديتهم لهم. او عندما تخسر البنوك ترفع امرها الى الهيئات القضائية وانت ملكي اكثر من الملكيين. هو بيحدد انت من حقك ان تقبل او لا تقبل، وبعد ذلك البنوك التي تحدد الارباح هي اللي اقرب الى الاسلام، لانها هي التي تعرف الانسان حقه تعريفا قابل للزياده وقابل لايه؟ للنقص. تمام. لانه الشهادات الاستثمار بدات ب 4% وصلت ل 18 خفضت ل 16 الان يمكن وصلت الى 10. فانت خايف من التحديد ليه؟ ما هو التوفير ايضا فضيلتك، كل معامله ما دامت فيها إيجاب وقبول ورضا واختيار، وهذه المعاملة ليس فيها ابتزاز وليس فيها ظلم وليس فيها ربا. لأن لو قلنا بأن كل زيادة ربا كل زيادة ربا، يبقى معنى ذلك قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يبقى اللي أحسن منها ربا. لا، ده مثال فعلا يوضح. نعم. طب والحديث الصحيح كان لي على سيدنا جابر بن عبد الله يقول كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. الله. إذا ليست كل زيادة ربا، الزيادة المصحوبة بالاستغلال وبالابتزاز وبالظلم يبقى هي اللي ربا. بالظبط. طب ما هو البنوك اللي ما بتحددش الارباح بتدي ارباح، ما قالوش عليها ربا ليه؟ ما هي زياده. هو كل فيه يقول لك ما تحددش. لا، انا اقول وقلت وما زلت اقول دي لو لم تكن البنوك بتحدد الارباح لضاعت اموال الناس، ضاعت. دي كانت طب كلهم يتلموا مع بعض كده ويقولوا احنا السنه دي بدل ما بنحدد 6 نحدد 4 في الاخر بقى. طب اين هذا؟ لا، ده لابد من تحديد الارباح. ليه؟ علشان يعرف كل واحد حقه. ومع كل هذا انا اقول للانصاف البنوك التي لا تحدد الارباح حلال.
ما دام احنا انت راضي بهذا، والبنوك التي تحدد الارباح ايضا حلال، ولا يوجد نص يقول بان هذه حرام وهذه ابدا. تحديد الارباح وعدم تحديد الارباح لا علاقة له بالحل والحرمة ما دام حصل التراضي في الجهتين. والله انت خايف ان البنوك تخسر لو حددت الارباح، بلاش يا سيدي تحط عندها وروح لغيرها، لكن ما تقوليش حرام. او كمان انك انت لما دام بتقول لي انه ربما يخسر، طب سيب له الارباح. يعني مسائل الكلام يجب ان يقول يكون بعقل. تمام. تحديد الارباح او عدم تحديده لا علاقه فضلتك مع العقل دائما. الله يكرمك.